أولا بالنسبة إلى موعد وصول الكهرباء إلى لبنان، كما أعلن وزير الطاقة وبحسب توقعاته أنه في خلال أو بعد الشهرين المقبلين، أي في بداية الربيع المقبل، يكون لبنان قد أصبح قادرا على الاستفادة من 250 ميجا وات من الكهرباء الأردنية. هذا الاتفاق الذي يتم توقيعه اليوم، وهو اتفاق مزدوج، أولا مع الأردن لاستجرار الكهرباء، وثانيا مع الأردن وسوريا لكي يتمكن من تسلم هذه الكهرباء عبر الأراضي السورية بالحصول على استثناء من قانون قيصر. إذن هذان الاتفاقان هما الجزء الأول من إجراءات أيضا تشمل مصر، التي ستورد إلى لبنان الغاز المصري، والإجراءات التقنية والفنية لا تزال مستمرة من أجل استكمال تصليح وإعادة تأهيل خط الغاز العربي، كي يتمكن لبنان من استجرار أيضا ومن تسلم الغاز المصري أيضا عبر خط الغاز الذي يمر أيضا عبر الأراضي السورية، والذي سيحتاج أيضا إلى هذا الاستثناء من قانون قيصر. هذان الإجراءان عبر مصر وعبر الأردن لم يكونا ليحصلا لو لم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية الإذن للأردن ومصر بالحصول على استثناء من قانون قيصر. ولهذا الأمر دلالة مهمة بالنسبة إلى لبنان. أولا أن هناك احتضانا عربيا لا يزال مستمرا له، لكي لا يغرق في هذه العتمة التامة التي يغرق فيها في كثير من الأيام، التي لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان بالمد بالتغذية ولو بعدد بسيط من الساعات، وأيضا لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة المالية الكبيرة، خصوصا أن الكهرباء تكلف الخزينة المليارات سنويا. وفي هذه الموازنة العامة التي يدرسها مجلس الوزراء في هذه الأثناء في جلسة إضافية، أيضا مرصود لكهرباء لبنان مبلغ مالي كبير، إذا ما استخدمته المؤسسة يرتفع عجز الموازنة بحوالي 10 نقاط، أي من حوالي 21% تقريبا إلى 30%. إذا الموضوع مهم جدا، سواء من الناحية التقنية والفنية والمالية، وأيضا السياسية له معان معينة وله دعم معين للبنان، ولو كان هذا الدعم مرتبطا فقط بالناحية التقنية المتعلقة بالتغذية بالتيار الكهربائي. أشكرك جزيلا كلوديا بحنا، مراسلة الغد من العاصمة اللبنانية بيروت، على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا كلوديا.